الرجل اتفق مع صنيعه على عمل ثم جاء بغيره، هل يحل للأول أجر يومه الذي جاء فيه؟ اتفق مع صنيعه على عمل، جزاك الله خير، ثم جاء بغيره، هل يحل للأول أجر يومه الذي جاء فيه؟ إذا كان عطله عن عمل كان يعمله فيلزم، يلزم بالأجر، فهي قضية تنظر. لكن لا ضرر من تسبب في إضرار يتحمل الإضرار.